لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابنتي الصغيرة تسأل دائما لماذا لا نرى الله في الدنيا، فما أحسن إجابة لها حيث إنها صغيرة؟ لله لأنس ما تقدرين على ذلك، تحترقين. فالمخلوق لا يقدر على رؤية الله في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمن القوة فيرى الله عز وجل. نعم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من